حكايه لما حد يسالك ويقول لك بعد عمر طويل، محدش عارف اذا كان عمر طويل ولا قصير. وحكايه الدعوه ربنا طول عمرك دي غير كتابيه اصلا، طبعا ما فيش الكتاب كلنا سفر ايوب ان الرب حدد اجله فلا يتجاوزه خلاص. هي محسوبه. وعشان كده كل يوم يعدي بتفقد من رصيد عمرك 24 ساعة. وكل سنة تعدي بينقص رصيدك في بنك السنين 12 شهر، 52 أسبوع، 365 يوم. بقدر المسافة اللي فقدتها أو ضاعت منك أو مشيت منك بتقرب ناحية الأبدين. يبقى المسافة عمالة تعمل إيه؟ لكن يوم ما حد يسألك ويقول لك ايه بعد عمر طويل، بعد الشر، بعد الشر، عشان ما حدش يفول على حد، لو مت هتروح فين؟ الإجابة سريعة، الله أعلم. عارف الإجابة دي بتغيظ. بتغيظ ليه؟ لأن السؤال اللي بيسألهولك